in the narrow, fertile northern area. الأماكن أو المساحات الشمالية fertile معناها خصبة. Agriculture الزراعة في الأراضي الشمالية الخصبة تكون agriculture الزراعة is important هي مهمة and lot of food والكثير من الطعام is produced ينتج هناك. Many people عدد من الناس farm sheep يعني شو نقول يربون الشيب الأغنام goats الماعز and cattle الماشي يعني الأبقار يقصدون بها الكاتل. However على أي حال ليبياز main product الإنتاج الرئيسي لليبيا is oil هو النفط. It also has natural gas وأيضا عدها أو تمتلك على natural gas الغاز الطبيعي. غاز معناها غاز natural طبيعي. The country has some magnificent ancient البلد له بعض الصناعات القديمة. Places الأماكن to visit للزيارة أول نقول شو نقول معنى آثار فتشي عندهم يعني قابل للزيارة يخلون يعني أغلب المسافرين يروحونهم للزيارة such as مثل ليبتس ماغانا an important city هاي المدينة ليبتس ماغانا هي مدينة مهمة 2600 years ago اللي هي من 2600 سنة هاي المدينة شلون أثرية نقول عليها هي places to visit مكان للزيارة مثل such as مثل هاي المدينة it is important ليبتس منك مكان العفو it's important city 2600 years ago اللي هي من 2600 سنة ماضية هاي خلصت بالنسبة ليبيا شاردكم تركزون على المساحة الـ population الكورنسي اللانجوج تمام وهاي بعض المعلومات همالين شوي أخليها ببالي المعلومات الرئيسية لأن راح يجي شوي يغلطني راح يقول لي ليبيا أكبر من السودان أو السودان عدد مساحتها أصغر أو يعني هيجي راح يقارن ليبيا والسودان بهاي الأشياء فأنت ركز بيها عرفي يا هو العدد السكان أكثر يا هو اللي أكبر بالمساحة يا هو اللي تشتهر بيه مثلا كل دولة شنو بشنو تشتهر هسه راح نجي للسودان